السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اهتزت ساكنة حي المحاميد بمدينة مراكش عشية يوم الثلاثاء على وقع حادث سير خطيرة بين سيارة للأمن الوطني بسيارة أخرى. وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الحادثة وقعت على مقربة من القواسة بمراكش، وخلقت حالة من الاستنفار الأمني جراء اصطدام سيارة للأمن بسيارة أخرى من نوع كليو. وأضافت ذات المصادر أن الحادثة تسببت في إصابة عنصري الأمن وسائق السيارة بجروح خفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما لحق بسيارة الأمن والسيارة الأخرى خسائر مادية. نشكركم على حسن المتابعة.